السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في برنامج ارخي نفسك مع إطلالة جديدة في موضوع مهم جدا، ألا وهو لماذا كثر الطلاق. ونشرف في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور علي عبد الجيد صاحب كتاب لماذا كثر الطلاق. مرحبا شيخنا. أهلا بك يا أستاذ. الله شيخ الله يحفظك شيخنا يحفظك ويبارك ويبارك فيك حضرتك رب. ويرفع قدرك. الله يحفظك ويبارك فيك. استسمح حضرتك، أنا لفت انتباهي في هذا الكتاب القيم، أسأل الله أن ينفع به، أسباب كثيرة لكثرة الطلاق. حضرتك بدأت في هذه الأسباب بالسبب الأول، ألا وهو الذنوب والمعصية. أولا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين. مرحبا بك شيخ صالح، شكرا لك على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي القناة وفي القائمين على هذا البرنامج، وأن يكون برنامج خير ونور وهداية. في الحقيقة كثرة الطلاق ظاهرة عجيبة، لفت انتباهي أن أنا قرأت في مجلة جريدة الجمهورية الرسمية، ده كان من ضمن أسباب تأليف الكتاب، يعني إن إحنا عندنا 250 حالة طلاق يومية بمعدل كل حالة طلاق كل 4 دقائق. يا الله، فطبعا ظاهرة عجيبة جدا، ولفت انتباهي طبعا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن هذه الظاهرة بصورة غريبة. فعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. السرية يا شيخ صالح قطعة من الجيش، مجموعة من الجنود، ثم يبعث سراياه يرسلهم على الناس، فأعظمهم فتنة يكون أقربهم منه منزلة ويلبسه التاج، يليء بعضهم، ثم يقول له: يا أبانا ما تركته حتى فعل كذا وكذا من أصناف الذنوب والمعاصي. فيقول له: ما فعلت شيئا. يقول أحدهم: ما تركته حتى قتل. يقول له: ما فعلت شيئا. والثاني: ما تركته حتى زنى. والثالث: ما تركته حتى عقب. لا يا شيخنا، لا، كل هذه كل المعاصي معاصي والذنوب لا ينظر إليها على الإطلاق، حتى يأتي أحدهم ويقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. لا إله إلا الله. فيقول له: نعم أنت، نعم أنت، ثم يدنيه ويلبسه التاج. ليه؟ لماذا يعني إبليس يفرح هذا الفرح العظيم بمسألة الطلاق؟ شيخ صالح، بانهيار الطلاق تنفسخ الأمة، الأسرة والأمة، وتنفسخ الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. نعم. البيت هو اللبنة الأولى في بناء الأمة الإسلامية، وبعد ذلك تنظر إلى الأولاد، هم بقى إيه؟ أدوات إبليس يأخذهم، مخزون استراتيجي، بعد مخزون أهل العلم يقول مخزون استراتيجي استراتيجي لإبليس. والله سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة الطلاق في آية السحر في البقرة، آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. من ضمن أسباب الطلاق، وأنا ذكرت طبعا أسباب كثيرة في الكتاب 19 سببا، من ضمن أسباب الطلاق اللي هي مهمة جدا جدا سبب الذنوب والمعاصي. دائما ما ترى أن البيت اللي يبنى على المعصية لابد أن ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. المعصية فعلا سبب في التفريق. نعم. كثير لما تلاقي تحضر بين المشاكل، طب يا جماعة حالكم إيه؟ بتصلوا، بتعبدوا ربنا، بتعملوا يعني في ذكر، في قراءة قرآن في البيت؟ لا، بتلاقي أن الزوجين بعاد جدا جدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، قال ربنا سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان ثم فرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. فعلا التفريق يكون بالذنب والمعصية. الطاعة تجمع، وأعظم عطاء يقدمه الرجل لامرأته، لأن الرجل هو صاحب الولاية وصاحب القوامة وهو السيد في بيته. أعظم عطاء يقدمه الرجل لامرأته هو أن يصلها بالله، أن يصل بيته بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى سيسألك عن أهلك، عن أولادك. إحنا محتاجين أشخاص صالح، محتاجين في البيت الرجل اللي يقول لامرأته: هل صليتي؟ لأولاده: صليت، فعلت، طب أنت قرأت وردك من القرآن، حفظت القرآن، عملت كذا من الطاعات. محتاجين الأب ده تاني. لن تنصلح البيوت إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه إسماعيل فيما أثنى، وكان من ضمن ثناءات رب العالمين عليه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن رزقك والعاقبة للتقوى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثلا في منتهى الروعة للبيت الذي يذكر فيه رب العالمين والبيت الذي لا يذكر فيه الرب سبحانه وتعالى.
قال مثل البيت الذي يذكر فيه والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت. فعلا لما تنظر للبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن وليس فيه صلاة وليس فيه ذكر تجد فيه ظلام، البيت مظلم، سبحان الله، تجد حتى أصحابه يعني الظلمة على وجوههم، خلاف ما تلاقي في بيت في صلاح وفي طاعة وفي قرب من الله سبحانه وتعالى. الطاعة تقرب وتحل كثير من المشاكل. يعني بنسمع كثير قوي من المشاكل في البيوت، طب ما تشغل سورة البقرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيعها البطلة، خلاص مشاكل كثيرة جدا تنتهي. جميل جدا جدا ان احنا نجتمع على الطاعة، صيام يوم لله سبحانه وتعالى، نصلي ركعتين مع بعض جماعة، ستجد ان كثير من المشاكل حلت. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام فصلي كتب عند الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وحكى الله سبحانه وتعالى عن نبيه يحيى وعن زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا جماعة المشاكل الزوجية بتتحل بالقرب من الله سبحانه وتعالى. قانون ضعه في حياتك هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك. بعض السلف قال والله إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلقي دابتي وامرأتي، يعني السيارة تتعطل بالمعصية والمرأة تنشز ويحصل مشاكل بالمعصية والأولاد تجد أن في خلل في البيت والولد بعيد عن الطاعة ومهمل في الدراسة وعنده مشاكل ودايما جاي مشاكل الأولاد. انظر لدخلك، انظر أنت بتطعم ولادك إيه، انظر لطاعتك، انظر لقربك من الله سبحانه وتعالى، بالطاعة كل المشاكل بتحل، كل المشاكل تختفي. والطاعة شيخنا لها أثر في محبة الناس كما قال ابن مسعود. طبعا طبعا طبعا، يعني الطاعة لها أثر في المحبة بين الزوجين. كلما كان الإنسان طاعي لله عز وجل كلما كان العلاقة بينه وبين زوجته بينه أقرب، وبين زوجته أقرب، وبينه وبين مجتمعه وبينه وبين أولاده. من عجيب قول أبو سليمان الدراني رحمة الله عليه، قال الزوجة المؤمنة ليست من الدنيا إنما هي من الآخرة. نعم. فإنها تفرغك للآخرة. جميل جدا إن احنا نتعاون على الطاعة، والرجل يكون مع امرأته بينهما مساهمات في أنواع الطاعات من ذكر وقراءة للقرآن وصلاة، أن الرجل يتعاهد امرأته بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وكذلك المرأة تأمر زوجها. بهذه الصورة تكتمل بيوت المسلمين وتسعد بيوت المسلمين. نعم. شيخنا ربنا يبارك في حضرتك، حضرتك ذكرت آية سورة البقرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان حرك حابب تشير أن أصل السحر هو التفريق. ده تخصصك يا شيخ. الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا فعلا ذكرت في الكتاب أن من ضمن أسباب كثرة الطلاق، طبعا أنا عايز أشير أن أولا أن الأسباب كثيرة. نعم. حتى أنا بتكلم عن هذا السبب أن من ضمن أسباب كثرة الطلاق السحر والحسد. نعم. فعلا طبعا كثير من الناس اللي بتعظم امر الماده والامور الظاهره والواضحه ان هو ممكن يغفل الجانب ده، يقول لك لا السحر لا يؤثر، لا ممكن سبحانه وتعالى نص على ذلك، قال وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وطبعا عندنا سحر التفريق، وده لا يخفى عليك ان اعراضه كثيره وان موجود، وكثير من البيوت دمرت وحصل تفريق بين الرجل وامرأته بسبب السحر، سحر التفريق. وبعدما يبدأ الإنسان يقرب من ربي سبحانه وتعالى ويأخذ بأسباب العلاج من رقية وذكر وصلاح وتجديد التوحيد في قلبه، نلاقي كثير من المشاكل اللي تحلت. إن مثلا من أعراض سحر التفريق كما تعلم انقلاب الأحوال فجأة، احنا كويسين مع بعض ومتفاهمين ووجهتنا واحدة، فجأة واحدة حصل مشاكل مش عارفين المشاكل دي كانت منين. مسألة إن الرجل ربما يرى امرأته على هيئة غير سوية، تخيل، سحر التخيل ممكن. نعم. بقى نشوف بقى الرجل يشوف مرأته كده والمرأة تشوف كل ده موجود، سحر. نعم. التفريق موجود. نعم. وفيه دلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنا نص إن الشيطان له أثر في مسألة التفريق. نعم. والحسد كذلك، والحسد أخطر يا شيخ صالح، قد يكون أشد، يعني لا مش قد يكون، الأدلة من القرآن والسنة تؤكد أنا دائما ما أقول أكثر أصعب من السحر، إن من أصعب الأمور في موضوع المس والسحر والحسد، لا الحسد أعظم. نعم.
وبعض الأسئلة بعض الناس للأسف ربما ينكروا مسألة الحسد. العجيب يعني سمعت شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة وهو بيرد بمنتهى البلاغة على مسألة الحسد، الناس اللي بتنكر الحسد. نعم. قال يا جماعة احنا دلوقتي أقوى علاج موجود الآن في العالم هو العلاج الإشعاعي. نعم. بالإشعاع احنا مش شايفينه. نعم. إنما الإشعاع ده مؤثر جدا ولا ننكره ما تقدرش لأن خلاص حقيقة علمية. نعم. ففعلا يعني قرأت زمان إن مسألة الحسد إن في إشعاعات معينة تخرج من العين ربما تفسد الشيء، ونص الله سبحانه وتعالى وكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما غير موضع على مسألة الحسد، وربنا سبحانه وتعالى قال ما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلكونك بأبصارهم، وقال ربنا سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، ونص. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم على الحسد وحذر منه. نعم. قال إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين. نعم. من العين الحسد فعلا يؤثر. نعم. ولذلك دائما أقول يا جماعة بلاش التباهي، إن كتير بنشوف على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيس واليوتيوب كثير مثلا من الشباب للأسف ربما إن هو يصور الشقة ويصور غرفة النوم ويصور المطبخ وفرحان بالبتاع، أسأل الله أن يتم عليهم النعمة. لكن هذا ممكن يلفت نظر إيه؟ نظر كثير من الناس لمسألة إن بعض الناس محروم من هذه النعمة. نعم. وفي هذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان بالسر والكتمان. نعم. لأن كثير من الناس ربما ينظر إلى النعم التي أنت فيها فتنقلب هذه النعم إلى نقمة. نعم. بسبب. نعم. عين حاسد. نعم. يعني شيخنا حضرتك تقصد أن السحر قد يكون سبب في التفريق والحسد قد يكون سبب طبعا سبب في سبب عظيم. شيخنا هنا سؤال مهم، ما ايه هي الاسباب الداعيه؟ احد الاخوه قبل ما انسى يعني فضل. احد الاخوه حبايبي يعني هو كان بيكلمني قبل ما ادخل مدينه الانتاج بيقول لي والله انا ما اخرج مره مع مراتي الا يحصل لازم نروح نحصل مشكله. لا حول ولا قوه الا بالله، يحصل مشكله ونتشكل مع بعض. نسال الله نسال الله عز وجل ان يقينا شر العين والحسد. امين امين. والمسلمين اجمعين اللهم امين. امين. شيخنا كما لو كان حضرتك عايز تقول ان فيه اسباب لتسلط الشياطين وتسلط السحر، هل كل انسان يسحر يؤثر فيه السحر؟ هل كل إنسان يحسد يؤثر فيه الحسد؟ بقدر الله إن قدر. نعم. الله وهذا كان. نعم. بقدر الله. وأنا عايز دايما يعني دايما نصيحة للإخوة المعالجين، وأنا أحسبك يعني والله من الإخوة اللي على ثغر طيب، إن يا جماعة دايما لما تيجي تبدأ مع حد علاج دايما ازرع في قلبه بذرة التوحيد. نعم. إن جددت الإيمان في قلبه وإن جددت التوحيد في قلبه انصلح الحال. نعم. الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما قال له جالس الملك قال له إيه؟ ما ها هنا لك أجمع كل. نعم. اللي أنت شايفه ده أنا هده لك. الغلام رد عليه وهو غلام صغير لكن رد عليه بقانون في منتهى الدقة. نعم. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فلا بد من تجديد التوحيد في قلوب الناس. العين تؤثر والسحر يؤثر لكن بقدر الله، ان قدر. نعم. الله وهذا كان. الاسباب يا شيخنا يعني انا دلوقتي احصن نفسي ازاي من السحر او الحسد؟ والله يعني نحصن يعني الانسان يحصن نفسه من السحر او من الحسد خاصه اولا بكتمان النعم. نعم. نحاول معلش كتير من شيخنا هل هذا يتعارض مع قول الله جل واما بنعمه ربك؟ لا خالص عايزين نظهر ده للناس. لا لا واما بنعمه ربك فحدث نحن نشكر الله على نعمه. نعم. لكن انا ما تباهي يعني كثير من الناس يا جماعه محرومين، بلاش التباهي بهذه النعم، وان كثير من الناس فقراء لا يملكون. نعم. ما تملك، فربما دخل الى قلب بعضهم شيئا فحسدك على ما انت فيه، فاحنا نحاول بجد ان احنا نحاول بس ايه نخفي النعم على قدر الاستطاعه، بعد كده نحاول ان احنا نواظب على الصلوات، نواظب على الاذكار الموظفه والاذكار العامه. يعني اذكار دخول المنزل الخروج من المنزل، اذكار دخول الخلاء الخروج من الخلاء، ان يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. نحاول جاهدين المحافظه على ورد قراني، على قراءه سوره البقره في البيت كل ثلاثه ايام كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يمسح جسده قبل النوم بالمعوذات الإخلاص. نعم. والمعوذات. نعم. ان انت تمسح ما استطعت من جسدك. نعم. ان انت ترقي اولادك. نعم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بقوله اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. جميل شيخنا جزاك الله خير. فينا نقطه مهمه شيخنا ربنا يبارك في حضرتك، بعض الناس يظن ان السحر لا يقع الا على المتزوج او المتزوجه، اسحار كثيره جدا أثناء الخطوبة، يعني حد مثلا متقدم للزواج، هل سحر التفريق يقع في مثل هذه الحالات؟ بيتقدم لواحدة واثنين وثلاثة وأربعة، والأخت بتقدم لها واحد واثنين وثلاثة وأربعة، والأسباب لسه كان عندي حد من يومين الأخت بتقول لي
انا كل ما حد بيجي يتقدم لي لازم تحصل مشكله. فانا خلاص انا اغلق هذا الباب ولن اتزوج. لا حول ولا قوه. نقول لي يا شيخنا ننصح للاخوه والاخوات بايه؟ يعني النصيحه في هذا الجانب هو مش هيكون سحر تفريق، انما ممكن نقول سحر بوقف الحال. نعم. ان ممكن تلاقيه يسميه السحرة سحر الصد عن الزواج او سحر العلوزة كما يسمونه. لا لا، هو ممكن يكون الانسان، وانا برضو يعني هذا الامر اختلط فيه الحابل بالنابل. نعم. لابد ان احنا نوضح ان في امور، يعني الاسباب التي ذكرتها في الكتاب هناك اسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية. نعم. احيانا بتجد ان الانسان عنده سبب نفسي. نعم. هو اصيب بازمة نفسية معينة، كره الزواج، فهو داخل بنية ان هو ما يتزوجش، وبعد كده نبدا ندخله في بوابه بقى ان انت مسحور، ونبدا نشوف له ندور بيه على المشايخ والمعالجين، وربما ذهبوا الى الدجاجله. لا، لابد ان نشخص الداء جيدا. نعم. جميل جدا ان الاخوه اللي هم مهتمين بمساله العلاج ان هم يكون عندهم علم بالجانب النفسي. نعم. وانت جميل. كذلك شخصا الله يحفظك. لازم نشوف ان يا جماعه اهتم بالمساله النفسيه، ممكن يكون عنده مشكله نفسيه في. نعم. هذه الحاله نقول يا جماعه عايزين محتاجين طبيب نفسي. نعم. في عندنا عقدة نفسية، في عندنا اضطراب نفسي، تعال يا عم الطبيب النفسي شوف شخص الوضع. وبعد ذلك لا مانع من الأخذ بالرقية. نعم. ولا مانع من الأخذ بالعلاج، لأن المسألة دي كثير من الناس يدجل ويخلط في هذه. يعرف زي شيخنا، يعني الإنسان اللي بيذهب لراقي كيف يعرف أن هذا الراقي شرعي أم أنه مشعوذ أو دجال؟ هذا أمر. وهل إن ذهب يعني يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف؟ لا، هو ذهب ولم يعلم. حد قال له الشيخ فلان شيخ كويس وشيخ بيرقي شرعا، لكن هو راح ذهب الى الساحر ولم الساحر يعلم يا شيخ صالح، يعني كما هو معلوم دايما انت تدخل عليه دايما يحدثك باشياء غيبيه. نعم. انت حصل لك كذا وعملت كذا وسويت كذا. شيخنا نقطه مهمه. بيعرف منين؟ ربما يعني الناس بتصدم لما يدخل على حد يقول له انت حصل معك امس كذا وكذا، زوجك بيعمل كذا، زوجتك بتعمل. طب هو بيعرف منين الكلام ده؟ كيف يصل الساحر الى الغيب يا شيخ صالح؟ نوعان. نعم. غيب مطلق ده لا يعلمه انس ولا جان. نعم. الغيب اللي هو اللي فيه جزء من الغيب، يعني احنا دلوقتي قاعدين في هذا الاستوديو، احنا عارفين ايه اللي حصل بره الاستوديو، عارفين ايه اللي حصل بره قناه الصحوه والجمال، احنا مش عارفين. نعم. ان ده غيب عنا، لكن اللي واقف بره عارف. نعم. فهو مساله ان هو يقول لك ده حصل لك كذا وكذا وكذا، دي مش كرامه. نعم. ده انت على طول تبدا تشك، انت عرفت. نعم. الكلام ده منين؟ ساحر من الجن اللي معاه التقى. نعم. بقرين هذا الشخص، وبعدين بدا يطلعه على الامور، ده حصل كذا وكذا وكذا، فيبدا يقول له الانسان. طبعا الانسان البسيط اللي عنده يعني قليل من الثقافه يبدا ينبهر، يقول لك شيخ فلان وكرامته. لا. نعم. انت تبدا تقف وتقول ده مشكوك فيه. المعالج بالقران يا جماعه لا يعلم الغيب، لا يعلم عن هذه الامور شيئا، انما هو يربطك بالله سبحانه وتعالى. دي وظيفه المعالج، ان هو يقول لك استقيم على طاعه الله، ان هو يدلك على ابواب الخيرات، ان هو يربطك بالاذكار، يربطك بالقران. انما الدجال مش كده، يعني دايما الدجال تلاقي فيه حاجات غريبه كده بقى وفخور الى الان. يا شيخنا بعض الناس وهو قد يكون يعني يعمل عمل طيب، وعمل يعني ظاهره ان هو يحسن التصرف مع الناس ويحسن فهم الشخصيات اللي قدامه، ومع ذلك بيروح ياخذ حجاب الى الان. للاسف الى الان قد يكون يعني قد يكون في مهنه كبيره، ومع ذلك ياخذ حجاب ويغتسل به ويضعه تحت الوساده. انا اعلم كثير من بعض الناس ممكن يكون على درجه استاذ او على درجه مثلا. نعم. مسؤول. نعم. كبير في الدوله، وبعدين. نعم. يبدا ان هو ياخذ موضوع العرافين والكهنه والسحره، وياخذ بتاع الحجاب هذه امور فعلا كثير من الناس ربما وقع فيها. نعم. انما احنا بنقول يا جماعه المعالج بالقران هو وظيفته يربطك بالله سبحانه وتعالى. سبحانه. واحنا دايما نؤكد على المساله دي يا جماعه، يربطوا هؤلاء المرضى بالله. نعم. يا جماعه اعترفوا بالطب النفسي، ممكن يكون بعض المرضى عنده مشكله نفسيه. نعم. ما تنكرش الجانب ده، انا دايما اقول يا جماعه الاطباء النفسيين ما تنكرش الجانب بالعلاج بالقران، والعكس احنا نتكامل. نعم. يعني المسالتين يتكاملا. دلوقتي الطب النفسي بقت 1+1=2، قواعد متفق عليها عالميا، وطب. نعم. وجامعات في كل انحاء العالم. وفي نفس الوقت مساله العلاج بالقران عندنا نصوص. نعم. قرانيه ونصوص نبويه، وعندنا اثار من عند السلف رضوان الله عليهم عملوا بهذه القواعد، فناخذ بها. ابن القيم رحمه الله عليه بيقول انا كنت في معزل، كنت في جزيره، وكنت بعيد عن الاطباء والادويه، فاصابني داء فاخذت ارقي نفسي بالفاتحه. نعم. ونفعني ذلك جدا. نعم. كان بعيد وقراها على ماء زمزم. على ماء زمزم. نعم. نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. نعم. المهم ابن القيم يعني هو بيتكلم بيقول انا كنت بعيد عن الاطباء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بجميع الانواع الادويه الموجوده، تداوى بالحناء، تداوى بالعصابه، تداوى بالدعاء، تداوى بالقران، تداوى بالحجامه، تداوى بشربه عسل، تداوى. نعم. واشار الى ان التداوي هناك تداوي بكي بالنار، كل هذه انواع تداوي أدوية. وردت مشروع. نعم. مشروع. نعم. القران يداوي
المرض العضوي نعم يداوي، وهذا ورد في البخاري في سيد الحي لما نعم قالوا سيد الحي لديغ، فجاء الصحابي ورقاه بالفاتحة فمشى ما به بأس. نعم نقطة مهمة شيخنا بعد إذن حضرتك، هل السحر والعين والحسد يتسبب في أمراض عضوية؟ طبعا. إن وقع المرض العضوي هل الأصل إن أنا أعالج العين والحسد، أم أن هناك وقع يقينا المرض العضوي أصبح عندي مشكلتين، مشكلة العلاج العضوي ومشكلة العين أو الحسد، هل الأصل إن أنا أركز أو أرقي نفسي أو أذهب لراقي نخرج العين والحسد أو نبطل السحر أولا، أم أعالج المسألة العضوية، أم أجمع بين الاثنين؟ يعني أنا بنصح بعض الناس أحيانا بالقراءة على الدواء، هل هذا جاء الشرع يا شيخنا؟ يعني مثلا يأخذ بركة القرآن مع الدواء؟ فتوى لكثير من العلماء المعاصرين وأئمتنا من شيخنا في الأزهر أنه يجوز القراءة على الطعام والدواء والماء، لكن مسألة إن هو يتسبب في مرض عضوي يتسبب، حديث سهل بن حنيف لما وقع مخشيا عليه وفي بعض الروايات تفحم جسده خلاص حصل مرض عضوي تفحم جسده، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال تتهمون به أحدا؟ قالوا فلان، فجاء ثم يعني أخذ ماء وضوءه وغسله ثم ألقاه فمشى الرجل ما به بأس. فعلا الحسد أو السحر ربما يصاب به الإنسان بمرض عضوي أو نفسي، مرض عضوي أو نفسي، في هذه الحالة طالما وصلنا المرض عضوي نقول نأخذ بالدواء الملموس، دواء اللي يقول به الطبيب، وبعد ومع ذلك نأخذ بالأدوية بالرقية الشرعية وبالأذكار وبالارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن أجمل الأدعية التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أنت ترفع يديك إلى الله. هذه هذا ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر، الحديث عنه مسلم، دعا ثم دعا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيما غير موضع إلى مسألة الدعاء. قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. يعني المصاب جميل أن أنت تأخذ بالأسباب، إنما الأجمل من ذلك أن تلتجئ إلى مسبب الأسباب. متى ألجأ؟ يعني أوقات استجابة الدعاء، أوقات أنت كده طلعتنا وفرعتنا في نربط الناس بالله عز وجل. أوقات استجابة الدعاء كثيرة منها يعني عند الاضطرار. نعم. الإنسان المريض قريب من ربنا سبحانه وتعالى، يعني وعجيب جدا أن أنت تجد في الحديث القدسي مريضت، قال الله عز وجل للعبد مريضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض ولم تعود، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالمريض في معية الله سبحانه وتعالى، المريض وقت اضطراره إن رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى حري أن يستجيب الله عز وجل إليه. قال ربنا سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. من أوقات استجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء حال السجود، الدعاء عند نزول المطر، الدعاء بعد الأعمال الصالحة، أن أنت تعمل عمل صالح، تتصدق بصدقة، تصلي ركعتين بالليل بعد الانتهاء من الصلوات ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، بعد الانتهاء من الأعمال الصالحة ترفع يديك وتدعو، دعاء الوالد لولده، دعاء الوالد الأم لابنها، هذه الثلث الأخير، الساعة الأخيرة في يوم الجمعة، وقت نزول المطر، وقت نزول المطر، هذه الأوقات يعني حرية، وعليها أدلة، عليها أدلة، كل كلمة فيها دليل، لكن طبعا لا يتسع وقت الحلقة نحن نفرد إن شاء الله نفرد بها حلقة. شيخنا هل كل مسحور أو محسود يجب أن يذهب إلى راقي؟ مش ممكن هو يرقي نفسه وهذا هو الأصل؟ نصص في هذه المسألة في الكتاب هذا الكتيب، قلنا إيه؟ قلنا يا جماعة أن مسألة أن أنت لازم تروح لراقي ده لا مش لازم. يعني أنا أقول عند الصحابة رضوان الله عليهم وعند السلف ما كانش حاجة اسمها واحد معالج بالقرآن. إنما أنت عارف ترقي نفسك، هذا هو الأصل. اجمع يديك وارقي نفسك، اجمع أولادك وارقيهم، حافظ على الصلاة، حافظ على الأذكار، حافظ على الأسباب التي أمرك بها نبينا صلى الله عليه وسلم. طب بعض الناس بقى ما عندوش خلفية، مش عارف، مش فاهم، عايز حد يعينه، لا مانع أن تذهب إلى رجل من أهل الصلاح أو أهل العلاج ممن أعطاهم الله عز وجل هذه المنحة، وبعدين تبدأ تسأله طب أعمل إيه، ونبدأ نديله برنامج ويسير عليه أنه يتعالج من هذا الأمر. جزاك الله خير شيخ، جزاك إن شاء الله نكمل في حلقات قادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.